السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة مراتك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب. اليوم راح نجاوب لكم على سؤال سامبل اللي هو هل يمكنني الذهاب لموعد تاعي لدى تيلس كونتاكت فرنسا إيطاليا وإلى لانجلتير برقم جواز سفر خاطئ؟ جينيرالمون لو بروبليم هذا يكون شائع لدى مستخدمي تيلس كونتاكت فرنسا وإيطاليا. نجاوبكم ونقول لكم باللي ممنوع منعا باتا في تيلس كونتاكت عنابة جزائر العاصمة وإلا وهران أنكم تروحوا برونديفو افيك انفو نيميرو دو باسبور. معناها نيميرو دو باسبور لكن حتى زايد حرف وإلا أي رقم صفر وإلا آ وإلا بي وإلا رمز ممنوع منعا باتا. معناها ماذا بكم تفيريفيو بيان لي رونديفو تاعكم الورقة الرونديفو باللي النيميرو دو باسبور تاعك راه مكتوب بصورة صحيحة، لأنه أي خلل وإلا أي خطأ في النيميرو دو باسبور تاعك راك تتحمل مسؤولية أنك ما يدخلوكش نهار الرونديفو وتسنى 48 ساعة باش يتاني الرونديفو تاعك وتعاود تحكم أنه فو رونديفو. ألوغ كالعادة ما بدا بكم ديروا جام وديروا جام بليتو تابونيو على لاباج باش توجور تستقبلوا مختلف المعلومات اللي نحطها لكم في لاباج. تهلاو في روحكم كالعادة وإلى اللقاء.